وفي أغذية أو أنواع من الأكل يعني تشتغل على فكرة المخ، يعني تخلي المخ كده يصحصح كده ويروق ويعرف يحسب الحسابات الرياضية المعقدة بتاعة الثانوية وبتاعة الإعدادية، ولا مفيش حاجة اسمها كده وهو كله أكل وكله تغذية؟ هي نعرف الأول وظيفة المخ وكيف يعمل، ونتأكد إن إيه؟ أحد العناصر الرئيسية للمخ، أحد العناصر الرئيسية وليست كل العناصر، هي الغذاء الصحي وأنواع معينة من الأغذية. تمام. المخ أول ما الإنسان بيبتدي ياكل بياخد 20% من الطاقة اللي في الأكل ليه، لأنه ما يقدرش ينتظر زي بقية أجهزة الجسم، محتاج 20% من الطاقة بتاعت الأكل أو الوجبة اللي بياكلها. وتلات عناصر مهمين جدا لتغذية المخ عشان improving the brain function، ازاي هو يمارس ويحسن الوظائف بتاعته، محتاج تلات حاجات. اكسجين، وده بياخده من الهواء الجوي، ولو قل ايه اللي بيحصل وايه نتيجة هيقل ده هشرحها. سكر او جلوكوز، وده تاني عنصر مهم جدا لحياته، وبقولهم بالترتيب: اكسجين، جلوكوز او سكر او مصدر للطاقة، سكر يعني، ثم الماء. يا يعني السكر قبل المية؟ هقول لحضرتك ليه. الاكسجين ده بياخده من الهواء الجوي، وده ببلاش لان الانسان ما يقدرش يستغنى عن الاكسجين، لان ده مهم جدا لحياة الخلية بتاعت المخ والحياة كل اجهزة الجسم. فده يعني دي عطية مجانية لوحديها دي. وعشان كده بنقول ان لما الطفل بيبقى عنده انيميا نتيجة نقص الهيموجلوبين او الحديد في الدم، بيحدث نقص في الاكسجين الواصل الى الخلايا. طب ازاي؟ لان هو كارير للاكسجين اللي جاي من التنفس. القلب لما بيبتدي يدفع الدم بيوصل الدم للرئتين، بياخد الهواء المحمل بالاكسجين يأكسد الحديد، يبتدي يعمل انقباض يوصلوا لكل الشرايين وكل خلايا الجسم. فالأكسجين مهم لحياة الخلية ولبقائها حية. خلايا المخ إذا تلفت أو ماتت لا تجدد. ده أنا مش بتكلم على ذاكرة بقى واستيعاب، أنا بتكلم على أهمية عنصر الأكسجين. وبالتالي الطفل اللي عنده أنيميا نقص الحديد، كمية الأكسجين اللي واصلة للمخ أقل نتيجة إن الحديد بيبقى متأكسد بالأكسجين بتاع الهواء الجوي، وبالتالي كمية الاستيعاب بتقل وعدد ساعات النوم بتزيد. كمية الاستيعاب تقل، عشان كده كان 100 مليون صحة مكافحة الأنيميا والتقزم والسمنة. فالأنيميا هتؤدي إلى نقص كمية الأكسجين الواصل لخلايا المخ والجميع خلايا الجسم، وبالتالي هتزود معدل ساعات النوم وهتقلل الاستيعاب.